أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأنا من قلب جنوب أفريقيا وتحديداً جوهانسبرغ. من أحلى الأشياء بجنوب أفريقيا هي طبيعتها، طبيعتها خلابة جداً، الخضار اللي فيها، المياه اللي فيها. سامعين الصوت؟ طبعاً اليوم في عاملين زي ماراثون سباق مشي ودراجات وأشياء كتير حلوة. طبعاً كل اللي موجودين هذا الماراثون هم مناصرين للقضية الفلسطينية، وكلهم حاملين أعلام وماشيين فيها خلال الماراثون. كثير إشي حلو تحسوا إنه في ناس حواليكم بدعموكم وهيك، وغير عن المألوف اللي هم يدعموكم كمان من خلال الرياضة. وبس والله يعطيكم العافية. أنا سبق وكنت بجنوب أفريقيا يا جماعة الخير بال 2019، كنت طالعة ديليجيشن، يوث ديليجيشن، كان تبادل شبابي زي ما تقولوا هيك. فبس ما عمري جيت على هاي المنطقة، وأنا حدا اللي عن جد بحب الرياضة كثير، كثير مبسوطة إني عن جد. تخيلوش المكان قديش جميل، الناس قديش حلوين، وبس الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله هيك كمان، هيك الواحد بيقدر يستمد طاقة عشان يقدر يكمل.